الله وبركاته. هسه الآن بنقدم لكم برنامج فعال 100%، وتراح توصل من المشاهدات، راح تستغرب من اللي بصير معك، وانه راح تتفاجأ انه في عندك عدد مشتركين وعدد مشاهدات كثيرة. وراح نتابع البرنامج مع بعض خطوة خطوة، وهو فعال 100%، مع انه علم فيه هناك في اكثر من برامج، ولكن هذا اكثر واحد فعال 100%، وراح نشوف مع بعض. موضوع النهاردة عن زيادة مشتركين اليوتيوب. إن شاء الله جبت لكم برنامج جميل جدا، يعتبر أحسن برنامج تزويد مشتركين يوتيوب، والله العظيم ما ببالغ. هسيب لك الرابط بتاعه من المتجر أسفل الفيديو، تحمله. هتخش على البرنامج، بعد ما تحمله هيفتح معاك بالشكل ده. هتكتب اي ايميل جيميل عندك تسجل بيه. انا معايا واحد هسجل بيه وارجع لكم تاني. بعد ما تسجل هيفتح معاك بالشكل ده. عشان تزود مشتركينك او تزود لايكات لفيديو او تزود مشاهدات لفيديو عندك، هتعمل ايه؟ هتجمع نقط. والنقط دي هتجمعها ازاي؟ هنا بيقول لك فيو، يعني تشاهد وتربح نقط، وهنا تعمل اشتراكات وتربح نقط، وهنا تعمل لايكات لفيديوهات وتاخد نقط، وهنا تعمل كومنتات لناس وتاخد نقط. بعد ما تجمع نقط كتير حلوين هتيجي على التلات هنا، وهتيجي على ماي تشانل، خليني بس افهمك وابصلك فكره عن شغله المشاهدات وكم العمله اللي بتاخذها. لاحظ معي هون هي، هذا الشاب هذا معه 596 مشاهده و180 عمله، بس ما اجى له شيء. يعني زي اللي تحته هون معه عنده 5 عملات و61 ثانيه، يعني اذا بتحضر 61 ثانيه راح تاخذ 5 عملات. نكمل الشرح على البرنامج نفسه. وتيجي على علامة الزائد، وتكتب هنا لينك قناتك، وهنا تكتب أي حروف إنجليزي أو اسم قناتك، وتدوس على علامة الصح اللي فوق. تمام، بعد ما تضيف القناة عايزين بقى نزود المشتركين. نيجي هنا على سبسكرايب وندوس على زائد، هيفتح معانا بالشكل ده. هنا number of subscribe، يعني انت عايز كام مشترك، دي بقى على حسب النقط اللي انت جمعتها. يعني على مثال انا معايا 1900 نقطة، تمام، هنكنسل. وهنا تختار على كل مشترك هيشترك لك هتديله كام نقطة. على سبيل المثال انا حطيت 7، وهنا طريقة خيار. هنا عايز المشتركين دول يجوا لك من اي بلد، شوف انت بقى عايز يجوا لك المشتركين دول من اي بلد. واحلى حاجة بتميز التطبيق ده أحلى حاجة في
ميزة التطبيق إنك ممكن تجمع نقط تلقائي. بالنسبة للدول، نرجع شوي. بالنسبة لهاي الدول، بفضل انك تحط عليها كامة تحط عليها اشارة الصح، عشان يكون اسرع على عدد المشاهدات، وتستغل الوقت كمان، لانه في عندك دول كثيرة وكلهم بياخذوا معك دقيقتين ثلاثة حتى تعلمهم، وهيك افضل الك يعني عشان السرعة. نكمل. أحلى حاجة بتميز التطبيق إنك ممكن تجمع نقط تلقائية، يعني تجمع نقط من الفيوز هنا المشاهدات، تيجي على علامة الزائد اللي فوق دي، هو بقصد يعني تلقائيا هون علامة الزائد على داخل المربع، انه البرنامج بيعمل توماتيك، بيشتغل لحاله توماتيك وانت مرتاح، يعني هيك قصده، للتوضيح فقط. نكمل. بعد ما تدوسها هنا بيقول لك هتشاهد كل الفيديوهات اللي هي دقيقة، وهنا بيقول لك هتشوف كل الفيديوهات اللي هي برضو دقيقة، وهنا بقى تالت خيار ده بيقول لك هتشوف كل الفيديوهات، يعني انت ممكن تدوس على تالت خيار ده وتدوس اوك، وهو هيفضل يشوف في الفيديوهات كلها بقى، وبرضو ممكن تعملها في الاشتراكات، يعني الاشتراك دوس على الزائد اللي فوق وتسيبه اوتو، هو يجمع بقى، دوس اوتو، هتدوس اوك، هيقوم مجمع اوتو لوحده وانت مريح دماغك، وانه تحولها لمتابعين. بس يعني عايز احلى من كده ايه؟ برنامج والله، والله في اقل من اسبوع ممكن توصل 1000 مشترك، على حسب انت لما بتتعب بقى هتجمع نقط قد ايه. بس مش عايز شرح اكتر من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا اخوان، هذا برنامج روعة، نجرب وحصلنا عليه زي ما حكيت لكم، يعني 200 وشوية على قناة ثانية إلي. بنصح الكل يستخدم، لأنه في برامج وفي قنوات بتعرض هيك، بقول لك على الرابط كذا، عشان بدك على الرابط وعلشان مصالح خاصة فيه، انت ادخل على الجوجل بين، نزله فقط، وامور تكون ان شاء الله كويسة. وحبيت أفيدكم وأوضح ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.